معك دكتور محمد فايز، الراصد لتطور العلاقات الاقتصادية على سبيل المثال ونتخذ منها قياسا، قد نمت بما يعادل 70% بالزيادة في أقل من عام، هل يعد ذلك مؤشرا حتى وإن كانت القيمة الإجمالية للتعاون الاقتصادي ليست بالحجم الكبير وهي مليار ويزيد بقليل من الدولارات بين الدولتين، كيف تقيم هذه العلاقة؟ نعم، يعني هناك مؤشرين رئيسيين. صحيح أن حجم التجارة هو مؤشر، لكن أيضا معدل النمو في التجارة هو مؤشر، أيضا معدل النمو في العلاقات الاقتصادية مؤشر مهم ليعكس إرادة طرفي هذه العلاقات لتحقيق نقلة في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين. وبالتالي عندما تحقق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسلطنة عمان هذا النمو الكبير، هذا يعكس في وجود إرادة واضحة لدى صانعي القرار على الجانبين في هذه اللحظة لتحقيق نقلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وأعتقد أن هذا يكمله أيضا أو يعني يتوافق معه قراءة من الجانبين، من جانب المصري ومن جانب سلطنة عمان، لأن اللحظة الراهنة تنطوي على فرص كبيرة لتحقيق نقلة في هذه العلاقات. يعني كما نعلم مصر تدير أو تنفذ مشروع كبير للتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية بما في ذلك تنمية البنية التحتية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداخلي لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. فضلا عن ذلك فهناك يعني استراتيجية مصرية تقوم على أن تكون السياسة الخارجية في خدمة المشروع الداخلي وهو مشروع التنمية، بالإضافة إلى الوظائف التقليدية للسياسة الخارجية. على الجانب العماني أيضا هناك يعني قيادة سياسية جديدة بالتأكيد تسعى إلى استغلال الفرص الاقتصادية القائمة سواء في الإقليم أو خارج الإقليم. هذا بجانب أن الموقع الجغرافي لسلطنة عمان وهي تمتلك شواطئ بحرية مهمة، لديها مجموعة من الموانئ البحرية المهمة. فضلا عن ذلك فإن سلطنة عمان هي جزء أيضا من مشروعات لربط البنية التحتية بين منطقة الشرق الأوسط أو بين منطقة الخليج العربي وبعض الدول الأخرى، يعني خاصة في جنوب آسيا ووسط آسيا. كل هذا يشير إلى استنتاج واضح في هذه المرحلة أن هناك فرص كبيرة لتوظيف الموقع الجغرافي والإمكانات الاقتصادية، بالإضافة إلى المشروعات التحول الداخلية على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التنمية لتحقيق نقلة اقتصادية. وبالتالي إذا افترضنا بالفعل وجود إرادة واضحة لتحقيق هذه النقلة كما تقول أو كما يقول المعدل الكبير في نمو حجم هذه العلاقات، كل هذا يشير إلى أن هناك فرصة كبيرة أو فرص لتحقيق نقلة أكبر في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. والعلاقات الاقتصادية والتجارية هنا يعني تتضمن أيضا الاستثمارات وغيرها من المكونات الاقتصادية في العلاقات بين البلدين، لكن في رأيي أن العلاقات بين البلدين تتجاوز العلاقات الاقتصادية. هناك تشابه في رأيي كبير بين البلدين فيما يتعلق بثوابت السياسة الخارجية، فيما يتعلق بالتوجهات والمبادئ الأساسية التي تحكم السياسة الخارجية سواء لمصر أو سلطنة عمان. هناك تشابه كبير بالفعل لمن يقرأ أو يلاحظ السياسة أو يتابع السياسة الخارجية للبلدين، يلاحظ أن هناك تشابه كبير في الثوابت والمبادئ الأساسية التي تحكم السياسة الخارجية للبلدين. وبالتالي كل هذا يشير إلى أن هناك فرصة كبيرة للتوافق بينهما فيما يتعلق بقضايا أخرى بجانب القضايا الاقتصادية.